خلينا نختم مع مزارعين الطماطم النهارده ونقول لهم اهم نصيحه يطلعوا بيها النهارده من الحلقه واسرع نصيحه كمان ان شاء الله. بالنسبه طبعا لاهم نصيحه بالنسبه لمزارع الطماطم ان هو يهتم بمصدر البذره تكون من مصدر موثوق فيه، مصدر جيد، نوع يكون مشهور معروف مناسب للعروه اللي هيزرع فيها الطماطم بتاعته، ان هو يهتم بمستلزمات الانتاج المطلوب اضافتها بالنسبه للنبات، والا طبعا معروف ان محصول الطماطم من المحاصيل المكلفه جدا بالنسبه للانتاج، وبالتالي اذا كان المصاريف بالنسبه للمزارع مش هيقدر يكون مواكب لهذه المصاريف لابد ان هو يزرع على قده او يستبدل محصول الطماطم باي محصول تاني على اساس ان هو في اخر الموسم يكون حصل على الربح اللي يغطي تكاليف الانتاج بتاعته.